البهية نود أن نرسل لكم جميعا شكرنا الجزيل على وفائكم ومساندتكم لهذا المشروع الثقافي الفني الذي يحاول أن يجاهد بكل ما أتي به من خبرة وشجاعة ومغامرة لأن يجد مكانا ومقاما فنيا وسط عوالم الرداء التي بدأت تتسع يوما بعد يوم. شكرا لأنكم قبلتم الانخراط معنا في غرس معالم هذا الحلم الجمالي. حضورنا الكريم كورال المدينة ليس فقط أصوات فردية وسط الجماعة. كورال المدينة هو مشروع تربوي ثقافي أولا وفني تقني ثانيا. هو إيمان عميق بالروح الجماعية واتاحة الفرصة لكل ما هو أجمل. اليوم سيطفئ كورال المدينة شمعته الأولى لنعلن عن نهاية سنة كانت ككل بدايات تتأرجح بين الفرح والإحباط والتردد وأمل الفرصة الثانية. وأكيد أن انتصار سيبقى كما كان دائما حليفا لكل صادق وغيور على مشروعه. كورال المدينة تم الاحتفاء بمخرجات هذا المجهود المتميز من إبداع وإنتاج وتشجيع لكل المواهب الفنية التي بيننا. هذا ببساطة تصورنا حول مستقبل كورال المدينة، ولن يتأتى ذلك إلا بدعمكم وتشجيعاتكم كل من موقعه وإمكانيته. شكر خاص لكل مدير المؤسسات التعليمية الذين شجعوا وساندوا إعضاء كورال على تأسيس كورال بمؤسستهم وعيا منهم لأهميته التربوية والثقافية. ونخص بالذكر ثانوية نكسوس التأهيلية بجماعة الساحل، مدرسة عبد الملك السعدي، مجموعة مدارس صلاح الدين الأيوبي،